خلونا النهارده واحنا في 9 داخلين بقى 9 يناير اهو، يعني دخلنا من دقيقه ولا اتنين دخلنا 9 يناير، وده اليوم الحقيقه مهم لازم نتوقف فيه مع ذكرى رحيل احد اساطير الكره المصريه بصفه عامه ونادي الزمالك بصفه خاصه. قائد بحجم كابتن حماده امام الثعلب نجم نادي الزمالك الاسبق، وطبعا بتكلم على احد رموز الكره المصريه ومنتخب مصر واتحاد الكوره، عائله رياضيه، انجازات كبيره جدا قدمها كابتن حماده امام، ودور كمان كابتن حماده امام كاحد افراد القوات المسلحه المصريه والعسكريه المصريه. كابتن حماده امام او الثعلب الكبير، يعني الثعلب زي ما كان بيلقب وناس كانت بتهتف له في المدرجات، كابتن حماده كان شخصية الكل بيحبها، يعني سواء اللي قابله وتعامل معاه شخصيا أو اللي كان على الأقل يعني من جيل اللي كنا بنستمع إلى تعليق كابتن حماد أمام، وكان دايما الأسلوب والهدوء والاحترام والكلمة اللي بحساب دايما كانت اللي بتميز كابتن حماد أمام رحمة الله عليه، ويعني دايما الحمد لله يعني اسمه ذكره بالخير دايما موصول، وكمان بالثعلب الصغير كابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم. كابتن حازم مساء الخير، ازاي حضرتك؟ مساء الخير يا عمرو، ازيك وكل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب يا كابتن، بشكركم جدا جدا. انت طبعا يعني فاكرين الثانويه بتاعت بابا طبعا. بشكرك يا عمرو والله اعلم. لا يا كابتن ازاي، رائعه وخصوصا الاعداد انها فاكره اليوم ده طبعا. شكرا جدا جدا والله بجد يعني. لا والله يا كابتن حازم، يعني اصل كابتن حماده مش بس يعني يخص اسرته، ولكن هو قيمه كبيره لمصر بالمناسبه. ربنا يخليك، ربنا يكرمك يا رب، ويا رب دايما كده، دايما الحمد لله. يعني اللي بيصبرنا والله دايما الكلام اللي زي ما الحاج بتقوله ده كده، الناس كلها لما تشوفنا طبعا يعني بنستمد حب الناس من حب الوالد يعني، الله يرحمه يا رب. طبعا يا كابتن طبعا. وانا عايز اقول لحضرتك كابتن حازم حاجه، يعني احنا بنشوف النهارده، شوف مارادونا واللي بيتعامل معاه وبيليه لسه هو من كام يوم وفاه بيليه. الاساطير يا كابتن بيبقى فيه دايما تجميع ارشفه، بيبقى دايما حفاظ على التراث والصور والملفات والميداليات والدروع والجوائز اللي خدها. فين الارشفه لكابتن حماده امام وانجازات كابتن حماده امام؟ والله لا احنا كعيله يعني بنحاول نعمل الحاجات دي. كان الواد الدكتور كانت لسه عامله كتاب عن حماده امام لسه السنه اللي فاتت او اللي قبليها، منزله فيه برضه حاجات كتير عنه. يعني احنا برضه طبعا الحاجات دي تنقص عندنا، مفيش حد بيعمل دوكيومنتري كتير عن الناس الكبيره. ما احنا محتاجين ده يا كابتن والله. يمكن عشان عندنا ولادنا والاجيال الجديده بقى. يمكن في اون دلوقتي اون تايم سبورتس بقينا نعمل، بيعملوا دوكيومنتري عن الناس وعن الانديه وعن اللعيبه الكبار، ده ابتدوا يعملوها من السنه اللي فاتت، دي حاجه كويسه جدا جدا. ودي مش بس في الرياضه يعني، احنا عندنا ما شاء الله في كل المجالات رموز كبيره جدا ادت للوطن العربي كله، يعني كان عن الفن او الثقافه او الادب او القصه او الاغاني او مطربين او ممثلين او لعيبه كوره، عندنا اسامي كثيره جدا 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 يعني. ف ان شاء الله يعني نهتم بالموضوع ده يعني، واعتقد ان الموضوع ده ناخد باله منه. بتشوف كتير قوي الحاجات الوثائقيه بت 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 بتفكر ناس كتير، يعني في اجيال كتير ما شافتش الناس دي. ايوه مظبوط. ولادنا عملوا ايه واشتغلوا ايه وكانوا ازاي، ولادنا ما يعرفوش واللي هيجي بعد كده. يعني احنا كمان يعني احنا مثلا ممكن الواحد بيشوف حاجات دوكيومنتري عن ناس بره بتبقى انت مش عارفهم، تسمع عنهم، بس لما تشوف ازاي ابتدى وبتاع بتتاثر يعني بنجاحاتهم وبحياتهم يعني. فان شاء الله برضه عندنا في مصر ناس كتيره ورموز كبيره يعني. اكيد اكيد. وعايز اقول لك حاجه كابتن حازم، يعني كلنا لما كنا بنشوف وبنسمع كابتن حماده، وحتى في البرامج اللي كان بيظهر فيها، كان لسه برنامج حتى بيذاع قريب على مزبيرو زمان ولقاء معاه، صح كده؟ لسه شايفه والله. صح، انا برضه اتفرجت عليه. والله يا كابتن حازم عارف الواحد قاعد يقول يا على الزمن، يا على على الشخصيه، يا على الاخلاقيات وعلى القيم. اكيد يا كابتن حازم يا زمان. نعم، الدنيا كانت زمان مختلفه يعني، الدنيا رتم الحياه كان هادي، والناس كانت يعني كانت بتحترم الاخر بشكل كبير يعني، كان زملكاوي الاهلاويه يحبوه، الاهلاوي الزملكاويه يحبوه. الموضوع ما كان مبقاش زي دلوقتي، تعصب كبير جدا جدا، الدنيا كانت هاديه وكان الناس بتحترم بعض اكتر، كانت بتسمع اكتر مش بتتكلم اكتر. فالحمد لله هم قعدوا في زمن حلو يعني، وربنا يرحمهم جميعا ان شاء الله يعني.
واضح ان عنقود المهارات اللي حضرتك خدته من الثعلب الكبير كمان في عنقود اخلاقيات حلوه، فالناس برضو ليك محبه الحقيقه كابتن حازم، يعني عند الناس والله وتقدير. يعني الدنيا صعبه طبعا دلوقتي، لكن الواحد بيحاول والله يتقي ده في شغله وفي حياته، انه دايما يحاول يعمل الصح من وجهه نظره. ممكن طبعا الواحد بيغلط، لكن دايما بنحترم الاخر. ده يمكن الوالد علمه لنا تحترم الناس، ولازم دايما تقدر الناس وهي بتكلمك او الناس اشتغلت، وتكبر الناس وتتعامل مع زمايلك ازاي. الموضوع مش بس كوره جوه الملعب، الكوره ناس كتير بتلعب كوره، بس مش كل الناس بتفضل في الذاكره عند الجماهير. يعني زي ما حضرتك دلوقتي بابا الله يرحمه توفى 2016، يعني تقريبا داخل 8 سنين اهو دلوقتي، 6 سنين. والناس يعني دايما لما بمشي في اي حته في ناس لغايه دلوقتي تقول لي يا حماده بدل حازم. يا تعلم حبا فيه. والله يعني ناس كتير تقول لي يا حماده تغلط بدل تقول حازم يا حماده. مظبوط الناس الكبار يعني. مظبوط فده لان هو ما كانش بس مجرد لعيب كويس، هو كان شخصيه محترمه، بيحترم الناس، بيحب الناس. يعني هو من الناس الحاجات الحلوه ان هو كان بيحب الناس كلها، ما عندوش مشاكل مع حد، مش عايز يبقى عنده مشاكل مع حد، دايما لسانه حلو مع الناس. على الرغم ان هو كان نجم كبير، لكن دايما في اي مكان نخش يقوم يقف، حتى لو صغير جاي يسلم عليا وقف وقال لي انا مثلا على جنب يقول لي قوم يا حازم سلم. طبعا هو مثلا مش جاي يسلم عليا، هو جاي يسلم عليه بس هو احتراما يعني. مظبوط. فالحاجات الصغيره دي الناس بتقدرها يعني. طبعا ما فيش شك يعني، رحمه الله عليه وربنا يجعلكم ان شاء الله خير خلف. والله بشكرك يا عمرو جدا. لا ازيك يا كابتن حازم، وانت وسط البرنامج بتاعك بصراحه المعدين من امبارح بيكلموني ناس صحيح جدا. صحيح. كتر خيرهم وكتر خيركم يعني، وشكرا جدا جدا والله على الدخله الجميله. وسلامنا لاستاذتنا جميعا يعني دكتور ماجي، ربنا يديها الصحه والعافيه لاستاذتنا جميعا. ربنا يخليك. شكرا جزيلا كابتن حازم. شكرا جزيلا لحضرتك.